رحت الجيم لمدة أسبوع أسبوعين أو حتى شهر ما شفتش النتيجة اللي كنت عايزها. النهاردة هنعرف السبب إن شاء الله وإزاي نحل المشكلة ديت. السلام عليكم، معاكم حازم طارق من مصر كلينيك. مين فينا مجربش يروح الجيم لمدة شهر أو شهرين وملاقيش أي نتيجة أو زيادة في حجمه العضلي؟ طبعا الموضوع بيبقى محبط جدا، ولأن أنت بتبذل مجهود عالي أوي في الجيم وما بتلاقيش نتيجة كويسة بتبطل تروح الجيم. كم مره سمعنا السيناريو بتاع انت رفيع عضلاتك بتقسم بس، او زي ما بيتقال بتشرخ بس، وما بتكبرش الا لما تستخدم مكملات غذائيه؟ طبعا الفكره ديت غلط تماما. طب انا رحت الجيم فعلا ومش لاقي اي نتيجه، ايه السبب؟ السبب ان انت لما بتروح الجيم او بتقوي عضلاتك، العضله بتاعتك بتمر بمرحلتين. المرحله الاولى بتتسمى بحاجه اسمها النيورال ادابتيشن او التاقلم العصبي. مده المرحله ديت من شهرين لثلاث شهور. خلال الفتره ديت ما بتشوفش اي هايبرتروفي او تضخم عضلي اصلا. طب ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان الجهاز العصبي بتاعنا بيبدا ينشط عدد اكتر من الاعصاب الحركيه ويوديها للعضله ديت عشان العضله تشتغل بكفاءه اعلى في خلال المتاح من غير ما يزود الحجم العضلي بتاعها. بمعنى تاني ان الجسم بيحاول يجيب اقصى ما عندك او يبوش ذا ليميتس زي ما بيقولوا. ليه؟ عشان الجسم لما بيكبر حجم العضله، لو كبرها اصلا من الاول، هيبقى معناه ان في طاقه زياده بتتبذل عشان العضله دي تشتغل، او مجهود اكتر عشان انت تتحرك بالحجم الزياده بتاع العضلات دوت. لان يعني الجسم بتاعنا شغال بطريقه تشبه كده الباور سيفنج مود او نمط حفظ الطاقه، ما بيحبش يبذل طاقه كتير. فخلال المرحله الاولى ديت اللي هي بتاعه التاقلم العصبي ديت، بيكون الجسم جاب اقصى ما عند العضله. طيب خلصت فتره الثلاث شهور ديت او فتره التاقلم العصبي، وانت لسه مكمل في التمرين بتاعك وبتروح الجيم بتاعك وبتحمل العضله باوزان وكده، فالجسم بيلاقي ان لا مفر من ان هو يزود حجم العضله عشان تعرف تعمل الوظيفه اللي انت بتحطها فيها. وبتدخل المرحله الثانيه بتاعتنا اللي اسمها الهايبرتروفي او زياده حجم العضله. في المرحله الثانيه ديت بتلاقي عضلاتك بتبدا تكبر بسرعه وبشكل ملحوظ وفي وقت سريع. طبعا في عوامل ثانيه بتاثر على زياده حجم العضله، من نوع الانقباض العضلي ونوع العضلات نفسها ونوع الالياف العضليه ديت. الموضوع ده ان شاء الله هنحاول نغطيها في فيديوهات جايه. نطلع من الفيديو ده بنقطه ان الموضوع بتاع التمرين ده محتاج صبر على الاقل لحد فتره ما التاقلم العصبي ديت او النيورال ادابتيشن ديت هتخلص، وبعد كده تبدا في زياده الحجم العضلي. لو ما شفتش الفيديو بتاع ازاي تمرن البايسبس صح، ممكن تشوفه من اللينك فوق. ولو في اي سؤال او استفسار ممكن تسيبه لي تحت في الكومنتس ان شاء الله هرد عليه. تقدروا تتابعونا على صفحه الفيسبوك وعلى الانستجرام، وهسيب اللينكات بتاعتي تحت في الديسكربشن. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناه، ان شاء الله هنكون بننزل من فيديو لاثنين كل اسبوع. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.